كذا خط واحد ما يكون فيه النقاط. شوفوا كيف، تخيل انه هذه شوفوا برضه كمان هذا حقنا ولا خلاص ما ابغى اسوي ولا شيء بجد ما ابغى طفشت خلاص ابديت خلاص قررت ان انا بس احتاجك خلاص ما بحط ميك ما شاء الله كيف اليوم الفلوق مبدوء من الشارع تحديدا من باسكت صراحة المفروض باسكت يعطوني نسبة تسويق وانا ما سويت شيء حتى هذا مو اعلان يعني كل يوم اجي وطفرت من كثر ما اجي عندهم الزبدة جيت اشتري قهوة مرة مشتهية قهوة و احس مرة ودي اجرب الايس تي حقهم لكن ما متحمس الصراحة صراحة قهوتهم مرة رهيبة شوف استكراتهم مرة تعجبني ايش بك انا مطالع ايش بك لا هذه بس يلصقنا مو ورا محمد عوض حطلي كاسة فيها ثلج حطلي كوب فيه له ثلج ما اترجم كلمة واحدة بالانجليزي والباقي خليها على ربك خلاص اخذنا القهوة دحين بنروح على البيت العمال كلهم قاعدين يستنوا تحت وانا قاعدة اشتري قهوة ما شاء الله معي الحافة هذا ناوية ما شاء الله خلاص اجلس في البيت صرت كل مرة بابا يجي انا اتحمس اروح معاه ما اسوي شيء بس كذا اجلس في الغرفة عجبني الوضع وانا جالسة بدون اثاث وبدون شيء على الارض تدق جرس على الناس ليش؟ دق اسوي الباسورد يا اخي في حركة تخيلوا مثلا انا من الناس اللي ماني خلق احفظ فما حفظت الباسورد حق بيتها تخيلوا جيت لحالي مثلا وما فكيت الباب مفتوح فك الباب اللحف قاعد يطيح يلا اقول لك رقم الدار ولا تخطفوني يا الله يا ليل النشبه مع ابديت اوريكم ايش وصل ترى شوفوا وصل لباد السرير حقي انا صراحه طلبت هذا اول شيء قبل السرير قبل الدولاب كل شيء طلبت اللباد اهم شيء النوم اليوم السرير حيوصل ان شاء الله اليوم السرير حيوصل ان شاء الله فيوصل اركب عليه ايوه اليوم السرور والدولاب راح توصل وبنجلس دحين كلنا كذا بالله المكيف يرحم امك المكيف فوق من تيتان مفارش صراحه انا هذا اكثر شيء تحمست له وقلت ابغى اجربه مره شفت تعرف هذاك اللباد الفندقي اللي كذا يكون ارتفاعه طويل ومدري ايش كانكم غيوم هذا هو مره متحمسه قاعد احس ودي انام نومه الفنادق هنا شاحن هنا قهوه باسكت هنا مويه وهنا سكرين وهنا شنطه هنا ضرب هنا جزمه هنا فرصه الظروف وبس اليوم حنوريكم فوق من جد مين شوفوا دوبنا نزلنا نبغى نمشي برا ولا نلاقي برضه اشياء جديده ما شاء الله جات كل شوي قاعد يوصل شيء اتوقع لي في شبش خلاص كل شوي قاعد يوصل شيء جديد الحمد لله وصل اكل الكوفي بس هذا مو حقي انا حقي امشي يا شيخ امشي شوفوا برضه كمان هذا حقنا ولا لا حق الناس ما اعرف بس يعني مؤكد يعني يمكن حقنا الله اعلم جمال للاسف ان الكاميرا طفت وانا سبع بايت اصلا ما هايني صراحه اليوم كله بكبر غريب يعني ما اعرف ليش جيت هنا ولا ما ادري ايش السالفه بس انه خلص اليوم وبس حطينا الاغراض اليوم السرير ما وصل للاسف للان فلو صار ابديت بصور لكم جماعه شوفوا احد الدواليب اللي هي عند المدخل هنا وصلت اليوم اخيص لكم بشكل واضح ما شاء الله كيف حسب دولاب ملابس بس طلع عايش هنا بنعلق العبايات وهنا كذا الاشياء الجزم وكيف بس مره طلع ما شاء الله حق العبايات طويل بزياده طالعوا كيف بس مو مهم ما عندي مشكله صراحه هنا غرفة كرم اليوم معاي خلاص وصل الدولاب حقه تخيلوا كل اهلي وصلت دولاب حقتهم الا انا ما وصل الدولاب ابكي ولا اصيح غرفتي فاضية الشيء الوحيد اللي فيها اللباد اللي وراتكم هو يما مرة يخوف يلا مع السلامة شوفوا كيف تخيلوا انه هذه ايش على اساس انه دولاب ماما طيب بس جاء اللون غلط مرة مو نفس اللي اختاروه شوفوا كيف مرة يعني الفرق بين اللون هذا وهذا عجيب حتى لونها ترى مرة خايس وملمسه ومرة مو كويس فكلمناهم ورجعناه وكل شيء اليوم تواصلنا معهم يعني او ماي جاد طف الكهرباء ورايحين وانا ما شاء الله قاعده اقول لكم تفاصيل الاهل شوفوا خلاص او ماي جاد مره يخوف رجعنا البيت بعد تعب انا من جد مره تعبانه خلاص ابغى انام لسه باقي بارتو من الدواليب و
بس يا جماعة الحين مرحلة تصفية الميك اب. صراحة أنا مرة مضطرة اليوم إني أصفي الميك اب، يعني ما أقدر أقول مثلا قبل ما أنقل بيوم إني خلاص أخرج كل اللي ما أبغاه وأحط الأشياء في شنطة وأروح، ما ينفع أبدا، لأنه لازم كل الحين أحطها في البوكس هذا اللي الأشياء اللي خاصة أنا ما أحتاجها. فأحس الموضوع مرة صعب، مرة أقول لكم ليش صعب، أسمع بلبس بلوفر وأجي أحس نفسي أصور وجهي اليوم. ويلي ويلي بطيح شايفين هذا العفش كله لازم أصفيه، هذا كله اللي هنا هذا حيتصفى، اليوم كله حيتصفى. طيب انا دحين الخطه ايش هي؟ انه لازم اصفي الميك اب اللي انا ما ابغاه، مو اللي ما ابغاه بس انه خلاص الميك اب القديم مره مو جديد، احس الوضع انه يعني خلاص كل شيء موجود، كل شيء احتاجه. صفي صراحه الاشياء اللي عندي كثير واغلبها ما استخدمها، وهذا شيء ترى مو كويس، انا عندي اشياء كثير بس ما استخدم اشياء كثير. فخليني اصفي معاكم الميك اب اللي احس اني ابغاه واللي ما ابغاه. احس مره ودي اروح خلاص انقل بهذه الشنطه بس يكون هذا ميك ابي. امزح مقلب والله يعني ايش، بس ترى مرة عندي بالله بالله تعالي شوف كذا. خلينا نبدأ بالكونسيلر او نبدأ بهذا القسم، هذا القسم اتوقع ما استخدمه بس هذا ايش؟ هذا سانشاين، اشتريته من تركيا، تذكر لما رحت تركيا ذيك المرة اشتريته من عندهم، بس ما احس منه فايدة. اح امزح والله منه فايدة، شوف كيف الجلو. او ماي جاد كويس، لا مرة كويس، هذا ما راح ارميه حخليه. طيب وهذا الشيء راح يترمي لانه عندي تقريبا من 5 سنوات، مع انه كويس صراحة بس انه توقع خلاص خلصت اصلا صلاحيته، بس مرة كويس بنات مرة كويس والله، خلاص بخليه. وداع للبشرة، مرة حلو، شوفوا توقع تعرفوا اصلا قيلوا هذا قلت لي اسوي لكم ريفيو، بس خلاص ما ابغى اسوي بجد، ما ابغى طفشت خلاص. طيب يا جماعة أبديت، خلاص قررت إن أنا أصفي صراحة، وشوف أنا صفيت يعني اللي أنا أبغاه واللي ما أبغاه، وطلعت بكمية قليلة، لكن إنه قررت إني أبغى أمسح كل قطعة أخذها عشان أحطها هنا. أنا قاعدة أصفي دحين، كيف أحط ميك اب دحين؟ والله دي بستوعب، خلاص بس بحط في التسريح الأشياء يعني على ما ننقل الأشياء اللي بس أحتاجها، خلاص ما بحط ميك اب أصلا. فبجيب الشنط وابدأ أحط الأشياء في البوكس هنا، خلاص يعني زي البليتات الكبيرة الأشياء هذه خلاص كلها ببدأ أحطها في البوكس عشان خلاص أقدر أكسب وقت، مع إني ما اشتريت التسريحة لسه، لكن خلاص يلا مو مشكلة لا وافي. يا جماعة حدثوني عن نرجسية، حدثكم عني، شوفوا تخيل مسوية، شوفوا صورتي أنا صغيرة كنت مسويتها كفر، يعني ناسي يسوي مثلا صورة، يعني كان بإمكاني أسوي صورة بابا، صورة أهلي، ليش حاطة صورتي؟ ما أعرف صراحة، والله فكرة جيدة يعني، كمان مسوي نسختين، واحدة هنا وواحدة هنا، يعني لو ضاعت النسخة هذه في ترى نسخة ثانية، فهمتوا؟ حبيت والله إبداع، شوفوا كيف مرة كنت كيوت. هنا يمكن تقريبا كنت يمكن سنة ثانية ابتدائي أو أولى ابتدائي. يا جماعة شوفوا الصورة ممسوحة ممسوحة، صراحة من جد قاعدة أصفي من قلب، خصوصا عن جهة اكسسوارات الشعر والربطات، من جد قاعدة أرمي. قاعدين نرتب الملابس، شو لما أقول لكم النرجسية فيني كانت فل أنا صغيرة طالع. ليش كذا؟ شوفوا حتى وجهي كنت ايش كذا مو راضي يبان، حتى التيشيرتات كنت مسوي تيشيرتات بوجهي، جوجو فاشن، شوفوا شوفوا جوجو فاشن ابداع والله. هذا داي 2، اليوم جينا بس كلنا جعانين، تخيل دحين بعد المدرسه في الظهر بس جينا البيت وبنتغدى، بتوقع اليوم بيركب السرر اذا ما خاب ظني، اليوم بتوصل السرر كلها اصلا من جده، فاليوم توصل ان شاء الله، اذا صار بديت بصور لكم. احس بالله احسبوا لي كم مره قلت بديت في الفيديو هذا. اختار اللحف، قاعدين نختار لحاف، صراحه هذا لونه مو مره عجبني يعني، مع انه اهلي كانوا بيجيبوه بس لا ما عجبني، فاتوقع اني انا باخذ هذا. شوفوا وري وري بس سمحت شويه اللون هذا. هذا اللون والله مره فنان، هذا حلو بس يعني مو مره صراحه، قلت له ما ابغى الاسود، طب ليش ما اخذ اسود؟ لا عشان غرفه بني. طب غرفة بني عادي ما يفرق يا اخي، بيت العنكبوت. خلاص يلا شكرا والله نختار هذا، واحلى شيء انه كذا كانه حق الفنادق عرفتوا كذا طع طع طع، فخلاص راح اخذ 45، تخيلوا 45، بكتب لكم اسم المحل، انه هذا مو اعلان يعني بنشتري، بس انه بكتب لكم اسم المحل. شوفوا بنات لقينا هذا العرض اصلا بالصدفه بالشارع، بالصدفه كنا ماشيين ولقيناه، اللي هو لحف نفرين 7 قطع ب79، وهذا ب45 اللي هو حقي. بنات مرة واو مرة واو، قدام حلويات القصور في نفس الشارع هذا، هذا هو
بنفسج المفروشات. انا الحين اختفيت، شوفوا ماني قادره البس، حتى اهلي كانوا بيسحبوا علي ويسيبوني برا، بس يعني ما اتوقع مام بدي عندها شغل الخيانه. تخيلوا قاعده تخليني ارتب معاها، تخيلوا جابت اغراض حمامه واحنا لا، احنا ما جابت لنا شيء. خير صراحه يعني ما توقعتها من ماما. زبده يلا مو مشكله، ما صح اوريكم لمبتهم ولا خصوصيه. شوفوا واو ابداع. هذه المرة جايين نشيك على بيتنا مع مين؟ مع خالة دعاء من بنتها، تعرفوا شوفوا لين اكيد وحشتكم. اوه صح ما صور هذه اللي تذكروها، رحت معاها سيتي ووك. يعني الحين بنطلع بيت تصير لكم احلى فلوقات. شوفوا كيف خلاص عيوني تطلب الرحمة. ماما عندها درزة مفاتيح اغلبها ترى ما تستعمل بس كذا. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا احسن فيني نوم يا ماما. اوه وصل ركن القهوة صح؟ ابديت انه وصل ركن القهوة والطاولات ورتكم هي التلفزيون وشجرة الزيتون. اوه ماي جاد فكرة المرايات هذه جديدة. الحين انا دخلت غرفتي، حلو حلو ابغى اوريكم شيء جديد في الدولاب. شوف الحين نشغل اللمبة. طيب بس واحد اثنين ترى، شوف ركبت الدات في نفس الدواليب. يو ماي جاد شوف كيف باين الوصخ، يعني هذا لازم كل شويه انظفه. ترى شوفون اكثر شيء كان قاهرني في الدات هذه اللي جوا انه اللي كذا في النقاط، انا ابغاه كنت انه عارفين كيف انه يكون كذا خط واحد ما يكون فيه النقاط. يعني شوفوا كيف لما اقفل من جوا يبان انه في دوايا مو حلو، ابغى واحد كذا خط كامل. بس خلاص يلا الشكل الله شو نسوي يعني. بس شوفوا هنا فكرة يلا التصوير مرة خايس، فكرة الرفوف مرة حلوة، يعني ممكن احط هنا كذا اشياء حلوة يعني صراحة. مع ابديت شوفوا جبنا اغلب الاشياء بالبيت اللي خلاص انه ما نحتاجها مرة، حطيناها بكراتين وجبناها. طبعا اهم شيء ايش؟ تخيل اكتشفنا انه انا وماما لقينا صندوق ماتشا في البيت ما استخدمته، وانا اقول انه في ماتشات عندي ناقصة، اعرف انه في ناقصة واكتشفناه بالغلط انه سيبينها بالمخزن. طبعا الحين بنوصل المطبخ، قاعدين نرتب انا وماما، خلاص قاعدين نرصد الاشياء اللي جبناها من بيتنا القديم. ترى اشترينا اشياء من ايكيا ودحين قاعدين نرصها. صوت الحديد شيء طبيعي هذه الفترة، قاعدة اذاكر اختباري وفي وسط الحوسة حرفيا، ضغط من جميع الجهات، ما اعرف اركز في ايش ولا في ايش. بس خلاص يعني شكرا الله كل شيء للدراسة الا الدراسة. ارتب المطبخ مع ماما بس دحين لا خلاص وقت وقت الجد. يا جماعة انا اكلمكم من وسط الحشرة. كم في واحد ورا معك في مكان؟ شوفوا كرم قدام جالس عن ماما، رجع نونو. شوفوا يعني كان بس منظم بس بالغلط لنا ب 480 وهذا كله يعني، بس خلاص ما عليكم ان شاء الله ان شاء الله.